جاي تزرغ جاي، خليني نشوفك. خليني جيمي امازيغ مع دي جون، دي جون شاوي. تحيه كبيره الى الشاويه الفحوله، الى الشاويه الاحرار من خنشله حتى لتبسه وعندي حتى لطمرست. تحيه كبيره الى كل الامازيغ في كل الاوطان، الجزائر، تونس، المغرب وكل الاوطان. تحيه كبيره اليكم. واحد اليمس ولهني باسكو بعثوا لي بزاف الناس من خنشله. تحيه كبيره الى الناس خنشله، الناس الرجاله، ولاد دهيا، واللي كانت اللي كانت حاكمه دهيا. على بالكم نورمالمون خنشله هي العاصمه، هي نورمالمون تكون هي العاصمه. علاش؟ باسكو خنشله في التاريخ، خنشله سكي خنشله الناس بزاف ما يعرفوش، حتى ولاد خنشله بعد ما على بالهم شو يقولوا خنشله ما على بالوش. خنشله سي بنت الكاهنه، بنت الكاهنه. الكاهنه هذه اللي عيطوها الكاهنه هي دهيا، اللي كانت كانت لا غين، كانت لا غين نتاع الملكه نتاع ماهوش غير الجزائر، نتاع قريب شمال افريقيا كامل. وهي اللي تصدات للناس اللي جات باسم الدين، اللي جاوا من البنسيول العرب، جاوا باسم الدين وقتلوا، ذبحوا، سرقوا، قتلوا، حتى قتلوها مسكينه وهي تكافح، وهي غدرها على الاخر واحد اسير، اسير كان طفل صغير رباته، هذاك هو اللي خدعها وحتى قتلوها هذو الناس اللي جاوا من شبه الجزيره العربيه باسم الاسلام، اللي جاوا ذبحوا ناس وقتلوا ناس ويعيطوا لها الفتوحات. هي احنا الامازيغ الشويه نعيطوا لها الفتوحات الاجراميه، ماهيش الفتوحات الاسلاميه، خاطرش ربي عمره ما قال لواحد روح قتل الناس وذبح الناس، عمره ما كان يقول كيما هكا. دونك هادو فتوحات اجراميه باش يكونوا في علمكم. دونك من ولادنا ولاد ولادنا كامل بداوا الحمد لله يسترجعوا التاريخ نتاعهم، وجاي نهار وين نرجعوا كلش اللغه نتاعنا والتاريخ نتاعنا وكلش نتاعنا. قلت لكم خنشله ولهني واحد السيد البارح، بعث لي نسيت اسمه، والله نسيت اسمه، قال لي بعثنا لك قدام خطره وما تكلمت الناس على خنشله، وين السرقه كم كان بزاف بزاف الناس تشتكي من السرقات. قال لي تكلمنا على الموضوع هذا وانا راح نتكلم عليه. يا اخي والناس هذو اللي بعثوا لي على خنشله، ان شاء الله بحول الله راح نتكلم اليوم، نزيد في لا سيمين الجايه ان شاء الله جو فيغ ان بابي سوغ لو جورنال، باسكو الناس بزاف اللي بعثوا لي قالوا لي وعدت السرقه في النهار والقايله حاميه، عدت السرقه في النهار والقايله حاميه. ويا سعدو، يا سعدو اللي غاب على دارو، يا سعدو اللي غاب على دارو يجيو يديروا له لانفونتير، صدير الليله هذيك بعد ما يخليو له ما يبقيو له. كانت ناس قالوا لي باللي خطره واحد واحد لافامي فهم ثم في الدار نتاعهم، وهما جاوا جابوا الكاميون ودخلوا على الكراج من هيت ولا 4 تاع الصباح ولا 3 تاع الصباح ويهزوا في القش ويلموا. خرج واحد السيد باش يروح يصلي باش يروح يصلي الصبح ويصلي الفجر الصباح، يشوف فيهم يهزوا نورمال، هو يحسب قال جيرانه، قال لك انا حسبتهم راهين يتحولوا ولا يعني باش تشوفوا يعني. بورتون خنشله واحد الوقت الحق يعني في التسعينات سورتو كان وقت الارهاب، خنشله ما كنا كانت يعني واحد ما ينجم يتحرك خنشله لا في النهار لا في الليل، يعني كانت سيكوريزي لا بلو لا فيل لا بلو سيكوريزي. نقول لكم بالك في موش غير في الجزائر، في شمال افريقيا، باسكو مع الامنيين اللي كانوا حاكمين في سوا الشرطه اللي نحييهم، والدرك الوطني كيف كيف، والقوات الامنيه كاملين، وكان عندنا ثاني مجاهدين كما في الدوار نتاعنا حنا، المجاهدين هزوا السلاح وما صديق ما مكان ثكنا بحذانا ثم نتاع الامن وكذا، مي ما يعني ما هما اللي داروا كلش، والحاول يضربوا في الجبل ساعتين ثلاثه نتاع الصباح، واحد ما يزود واحد ما يزود. هذا كامل بفضل بزاف الناس اللي كانوا ساهرين على خنشله. يعني فضغي لي بارفوا لي كيما قال واحد، نحييوهم وعلى الشجاعه نتاعهم وعلى كامل، وحنا كنا معاهم في الميدان على كل حال. مسيو بقربوعه اللي كان الله يذكره بالخير، سي حسان شاف سيرتي الولايه تاع خنشله، وكانت الناس معاه ضباط من خنشله، بعد ضباط يعني من خنشله، من بينهم ستان مارير، واللي فريمون الناس كيما هذو يعني الشجاعه اللي عندهم يعني فريمون 2 ساعة 3 ساعة دي ماتان هما يمشيو يعني وتوصلوا حتى وين، يركبوا حتى مع الكمين هذه اللي مدها لكم هكذاك، يعني لكم الكمين تاع الغبار، يعني حاجاكم يعني الكمين تاع الغبار، تلقى معاهم الضباط نتاع الشرطة وكيما كان راكبين معاهم يتوسا باش يأمنوا خنشلة. والحمد لله استطعنا باش نأمنوا خنشلة، واحد اللي يقدر يدخلها، تدخل طوموبيل، تدخل طوموبيل من تبسة
ولا من باتنا ولا من البواغي ولا من عين بيضاء ولا من شبه الصحراء من جايه من بابار ولا جايه من الشار في ميم با 5 دقائق يتم القبض عليهم. ثالث شويه يكونوا واش يكونوا ولا سادير جايين لازم يشوفوهم واش يكونوا. والحمد لله ما استطعنا باش الناس اللي كانت تروح على 4 نتاع العشيه احنا استطعنا باش خلاو الناس يديروا العراس حتى للساعتين 3 نتاع الصباح في بوحمامه اللي على متر ما تنجمش تشوف صاحبك. عباك بوحمامه هذه غابه مترتين ما تشوفش صاحبك. وكثر خير الناس اللي كانوا سهرين من بينهم الدرك الوطني وين كان واحد اليوتنو قيل كابيتان تاع قيس يعني اللي بلاك مازال خدام والله غير بجاوي مسيو بجاوي يعني تحيتنا الى مسيو بجاوي هذا اللي كان وحده كما قال واحد خطره كان ارهابي اللي تم القضاء عليه ومازالوا هما يضربوا مع هذو اللي الناس اللي حبوا يدخلوا من باتنا. وكان استطاع هو وحده اللي راح وحده جابوا ورفدوا وجابوا باسكو مازال فيه الاخر باش يديوه لوبيتال رابيدمون كيما قال واحد الاسعافات الاوليه لهذا الارهابي. هذه كان ارهابيين دخلوا ثاني من باتنا راحوا لواحد الراعي تاع الغنم من حاولوا الغنم ميم با نص ساعه كانوا في كيما قال واحد تم القضاء عليهم ميم با. دونك خنشله حتى في الصحراء في جويه الميته في جويه منا كانت الوقت هذاك باسكو كانوا الارهاب يعقبوا من تما ويروحوا لباتنا يروحوا للماء الابيض في الجبل الابيض في تبسه كانت خنشله سيكوريزي باش نقول لكم. مي قالوا لي باللي التاخيره هذه خنشله ولات كيما قال واحد السرقات وتوسا واش راح نقول لكم ماهيش خنشله وحدها. وهذا السيد اللي بعث لي هذا انا نعدو باللي ان شاء الله السمانه الجايه جو فيغي ان بابي على السرقه في خنشله باش يزيدوا ان شاء الله المسؤولين يتولهوا السرقات هذو ويزيدوا يفون غدوبلي دي فور على بالي باللي الامنيين راهم يخدموا كسوا الدرك الوطني ولا الشرطه ولا منا. مي انا نعدك باللي نزيد نديروا ان شاء الله باش الناس يضلوا يعرفوا باللي لازم الدوله لازمها توقف. والمشكله الكبيره وين هو يا اخي العزيز راه ما نقدروش نديروا يعني لو تو سيكوريتير صحيح ما نجموش نجيبوا غير الامن ما نقدروش نحطوا في كل دار نحطوا قدامها الامن سي با بوسيبل. دونك لازم حتى المسؤولين سادير لي بوليتيسيان يتولوا لهذا الشيء هذا خاطرش لو كان الناس علاش يتسرق موش تقوليش انا واحد لاباس عليا ويخدم وعنده صوارد وعنده منه وضال يسرق. لا ما كاينش. انا خاطر حكم الطفل كل ساعه يدخل مسكين شهرين حبس ثلاثه يولي يخرج يدخل 30 3 شهور 4 شهور و7 شهور من بعد خاطر لقيته يمشي في البلاد عيط له تروح قلت له انت كيفاه دوكا ما تحشمش على روحك دوكا. قال لي وشي هو قلت له كيفاه انت شاك فوا 3 شهور 4 شهور 3 شهور ما تنجمش تقعد ترونكيل شويه هبط راسه ولا. قال لي سي نقدر. قلت له مالا احشم. قال لي هي دوك نحشم. قال لي بصح المشكله. قلت له وشي هو المشكله. قال لي انا كنروح نلقى ماما ونلقى اختي يسنوا فيا باش نجيب لهم ياكلوا ما عندهمش واش ياكلوا. والله غير سكتني والله العظيم سكتني. وسي فري الانسان ما ياكلش ابن عمي وما عندوش واش ياكل وما عندوش واش يشرب سي نورمال راح يسرق اوفيسيال يسرقوا حتى الصباب تمنى كانوا بزاف الناس يحكموا الصباب يسرقوا الصباب من الجوامع يسرقوا من هذو الناس مساكن اللي ما يحبوش يروحوا يديروا لي غرون كو كيما قال واحد يقتلوا الناس ويذبحوا ناس هذو مساكن يسرقوا حوايج صغار كيما هكذا ويجيبوا فيها خطره. واحد سرق فينا ناسيات مسكين من الاخر ولا هضرب فيها عامين حبس واش ناسيات ناسيات ولا ضربوه بعامين حبس. دونك لازم هذو المسؤولين تاعنا حتى هما يتولوا لهذا الشيء هذا اللي باش يشوفوا كيف يهزوا الناس اون شارج باش يخدموا الناس ويلقاو الخدمه للناس ويلقاو السكنه للناس ويلقاو لا فورماسيون للناس اللي ما قاعدين ماهمش اللي قاعدين لبرا باش ينقصوا باش كيما قال واحد تولي الدنيا تهدى شويه. مي ما نجموش نديروا كيما قلت لك كل واحد نديروا له عساس يمشي معاه بوليسي يمشي معاه ولا عسكري يمشي معاه سي با بوسيبل. عندكم الحق انتم المواطنين كي تطلبوا الامن هذه يعني معاكم كيما قال واحد بصح الامن ما يجيش غير بالامنيين ما يجيش الامنيين ما يقدر صح راهم يخدموا راهم في كل بلاصه راهم في كل بلاصه ماهمش قاعدين. مي المشكله الكبيره هو كي ضل سيتويان ما عندوش والسيتويان ما ياكلش الدنيا مغلات الناس تخدموا ما يلحقوش الناس اللي ما يهداش ربي كيما قال لك هاك تشوفهم يهربين رايحين حاكمين المساكن ويحسبوا هذو الناس اللي رايحين في البحر ورايحين يحسبوا صاير يوصلوا يلقاو الجنه قدامهم
رايحين يلقاو عذاب وعذاب وعذاب وعذاب. الشرطه تجري في عقابهم، ولا ان كما قالكم شفتوا الخطا اللي فات، السيد اللي قتلوه مسكين راح لواحد المراه العزوزه قاعد عندها يقضي لها وكذا، جا ولدها فرغ فيه كيف اسمه السلاح نتاعو. سي با فاسيل، سي با فاسيل. حتى الناس كما قال واحد راه ماهمش يستنوا فينا باش الناس تجي من الجزائر ولا تجي تهرب الاسباني ولا منا باش يلقاو خدمات ويلقاو سكنات ويلقاو. سي تري ديفيسيل، سي تري ديفيسيل. وحنا قلنا، حنا قلنا لي بوليتيسيان تاعنا، يا ناس راكم انتوما الناس هذو اللي حاكمين البلاد، ما نهضرش على الامنيين، الامنيين ما يديروا في خدمتهم، نهضر على لي بوليتيسيان اللي قاعدين الاداره وهذو منا اللي لازم يعاودوا يشوفوا كيفاه يفو غوفوار لو سيستيم هذا بوليتيك نتاعنا باش نقدروا الناس اللي ما يخدمش الدوله تعاونوا، واللي يخدمها وعنده سوارد يخدم لباس عليه. كيما قال واحد الدوله تزيد الدول كيما قال انكوراجي، كيما قال واحد باش يدير اونتربريز باش يدير منها. مي كي لقاوكم تشوفوا الارتيكل اللي درتو اليوم هنايا، الناس يحبوا ينفستيو ويحبوا يديروا، والناس تعرقل فيهم، تعرقل فيهم. ما واحد ما يخدم، دونك سي با نورمال. دونك لازم الانسان، لازم الناس، لازم هم هذو لي بوليتيسيان تاعنا لازمهم يتحركوا باش الشعب مسكين يطمئن. كي ضرب القدره الشرائيه الناس تروح تسوق كما قال واحد، تروح السوق كما واحد الوقت نحن عندنا في خنشله ثلاث الناس تخرج تروح تطلع للسوق، تروح للسوق الناس تعمر بالقفوف ويجيو كما قال واحد الدنيا رخيصه. مي اليوم ابن عمي شكون كما قال، شكون اللي يقدر اليوم يروح يعمر القفوف ولا شكون كيسي؟ الدنيا غاليه. راكم تشوفوا العيد اللي فات الناس ما في الجزائر كامله ما عيدوش، علاش؟ باسكو لا شيختي دو لا في الحاله، وهذه لا شيختي دو لا في هذه هي اللي تزيد توصل الناس باش تزيد تسرق وباش تاغريسي الناس وباش تهاجم الناس. وعلى هذاك حنا قلنا للناس اتونسيون يا جماعه، ما تروش بكري. الناس اللي تحب تسافر ما تروش بكري، قال الدنيا هانيه نطلع على 3 نتاع الصباح. نو راكم غالطين، راكم غالطين يا ناس. كيطلع النهار ان شاء الله وتحكموا الطريق كما يقول الانسان، ويا خويا يضرب عليكم في الليل باكزومبل 7 تاع العشيه 8 كيبدا يضرب الليل، ما لازمكم تلك باكزومبل الناس جايين من الجي ولا جايين من يا خويا بات في سطيف، ادخل لوتيل بات يا اخي، ما تحكمش الطريق وتجي. باسكو الناس قادرين اللي ما يصبروش ويديروا كيما قال واحد حجر في وسط الطريق ويتعداو على الناس ويسرقوا الناس ويديو ويروعوا الناس. وهذه كامله تخش كيما قلت لكم في الاحتياج، الاحتياج بريمير مون التربيه، الاحتياج بزاف امور. الناس ما تقول لك اخويا انا لازمني خليني نسرق ولا نموت كيما يقول الانسان، خليني هكا نعيش ولا نموت، انا ميت ميت كيما يقول واحد. دونك لازم هذو لي بوليتيسيان تاعنا يتحركوا، وكما قال واحد يعاودوا من جديد يديروا ريستركتوراسيون تاع هذه نتاع السياسه نتاعهم الاقتصاديه، ومن غير ما نبقاوش غير نستناو كما قال واحد سفه البترول نبيعوها باش نجيبوا باش نجيبوا سلك العمال وتوسا. لازم كما قلت الخطا اللي فات يفودغي غوفوار لو سيستيم هذا، السيستيم هذا باسكو جاي وقت وين الله يقدر يكون غدوه يفوت البترول يحبس باكزومبل، كيفاه نديروا؟ كومون اون فابي فيغ؟ فوالا. دونك ما نطولش عليكم، بتاتر من بعد ان شاء الله نعاودوا نرجعوا في نوتر فيديو ان شاء الله. نقول لكم هذا نوع الساعه، هذا السيد اللي كتب لي هذا يا شوتو يامس ولهتني انت، مش كي انت اللي كتبت لي، بزاف الناس اللي كتبوا لي على السرقه هذه في خنشله. مي راني نوعدك باللي لا سومان هذه ندير ان ارتيكل سوغ لو جورنال باش نولهوا المسؤولين ونبهوهم من هالشيء هذا ان شاء الله، وضلوا الناس ثاني يديروا احتياطات نتاعهم. ونزيدوا نعاودوا ان شاء الله، نزيدوا نتكلموا على الامر هذا اذا تحسنت الحاله، صح؟ اذا ما تحسنتش نعاودوا ديما نتكلموا. وبارك الله في الناس هذو اللي يديروا فينا ثقه ويضروا يبعثوا لنا مساكن ويقولوا لنا هضرنا على خنشله وصاري فيها، على الجيا واش كاين، على عنابه واش راهو كاين، ولا في تبسه واش كاين. حنا رانا هنا باش سي ني با اوني با لا بور كريتيكي، لا لا لا، حنا اوني لا بور باش نقدروا نوصلوا الكلمه للمسؤولين. اذا ما وصلناهاش باغ البي تاع لي ريزو سوسيو نوصلوها سوغ لو جورنال، نوصلوها. قال خويا هاو الناس اللي تخدم رانا نعاونوا، راكم تشوفوا في لي زارتيكل الانسان يخدم نعاونوه، انسان ما يخدمش ولا انسان منا الا غالب حنا المواطنين اللي يتكلموا معنا، وحنا لازمنا نوصلوا الكلمه للمسؤولين. اتو تالا.